السلام عليكم، انا بنت كاستيوخو. توفى لي الراجل شهر خمسة، 16 شهر خمسة. من تما وانا ما كنجبر لا ما ناكل ولا ما نشرب. الماء والضو طلع عليا، ما خليت فين مشيت. مشيت عند القايد، مشيت عند الخليفة هذا المقدم، صيفطني عند القايد، القايد صيفطني عند المقدم، قالك طلعنا عند الكولونير الانعاش، طلعنا نرينكو الله يجازيه بخير. استقبلني بوبري في الباب، قال لي انا وقفت لك على حقاش، تينا شاد حق الله، عزيتي عليا. دابا شنو المطلوب ديالك؟ قلت له سيدي انا خصني نخدم، الناس كاملين خدموا، كل دار خدموا خمسه وسته في الدار، وانا ما خدمتش علاش؟ وانا بنت كاستيوخو، انا بنت كاستيوخو. ملي شدوا الباب الديوانه وحنا اللور، ما كنجبروا باش نخلصوا الماء ولا الضو ولا والو. المعيشه الناس عيدوا، وانا مشاو الناس باش عند المحسنين يجمعوا لي. قال لك ديك السيده هذيك راه لاباس عليها، راه عندها، وانا عندي غير الرحمه في الله. على حقاش انا ما كنرضاش نحمد يدين شي واحد، انا دائما انيقه، دائما مصبنه، دائما متوله راسي، وما نرضاش نمد يدي. انا خصني نخدم، انا خصني نخدم، باقي فيا الصحه نخدم. انا ما كنطلبش اليد مساعده، انا نخدم فاش ما كان. علاش سيدنا عطى الخدمه للناس دفنيدق وما خدموش الناس دفنيدق؟ الناس دفنيدق ما خدموش، النص الكبير باقي بلا خدمه. انا تسجلت خمسه د المرات وما عيطوليش، كتجي المعاونه ما كيعطيوها ليش. انا هتجاله حتى شي واحد ما كيشوف فيا الا الله سبحانه وتعالى. انا هادشي اللي كنطلب، كنطلب انا نخدم. كيصير تنغدا ونعيطوا لك، صير تنبعدوا ونعيطوا لك. مشيت عند القايد، صيفطني عنده الكولونير ديال الانعاش، قال لي سير عند القايد، عطيت التعريف ديالك، عطيت التعريف ديالك، وان شاء الله ما يكون غير الخير. دابا هادي شهرين ما عيطليش. شحال ناكل انا دابا هادي من شهر خمسه؟ ملي كان المرحوم الله يرحمه دخل عليه الرحمه كاين كيخدم عساس، ماشي كان كيخدم شي حاجه خبقت له الخدمه الخلصه ولا، كان خدام عساس، كيشبر 150 الف فرانك. 50 الف فرانك كنخلصوها بالما والضو، كتبقى لنا 100 الف فرانك. هيدا كنبقى نطط بيها وما راضياش نقول ما عنديش. انا من ديك الناس اللي ما كيرضاوش، انا نفسي هنا. وفي النهايه الناس عيطوا لهم منين ولاين وخدموا، وحنايا ما خدمناش. انا ما خدمتش، انا وحده من ديك الناس ديال كاستيوخو ما خدمناش. اش غادي ناكلوا؟ نخرجوا للفساد؟ نخرجوا نسرقوا؟ عندي خمسه ديال العيال، خمسة ديال العيال، وعندي عاد الحفيد مربي الحفيد، يماه وباباه ما كاينينش، يماه وباباه حرقوا، ما عرفتهمش واش ماتوا ولا حرقوا. عندي الحفيد عنده 9 سنين، وزعما انك هاد الشيء هذا راه ظلم، هاد الشيء هذا ظلم. ما نخدموش علاش؟ غير انا علاش ما نخدمش؟ وكاينين النساء بالرجال ديالهم خدموا، النساء بالرجال ديالهم خدموا، وانا ما قليت في من طلبت. سمعتي القايد الامين بوست له يده، قد ولدي بوست له يده، قلت له انا مزوقه فيك. قال لي سير ما يكون غير خاطرك. انا باقا كنتسنى الى الان ما كاين والو. مشيت عند المقدم، قال لي انا في يدي والو. مشيت عند السيده دخلتني في السيستيم، قالت لي غدا ولا بعدو يعيطوا لك، المهم راس الشهر يعيطوا لك، هذا الشهر يعيطوا لك. كنقيل ندور بحال الحمقى، ما كاين والو، ما كاين والو. كيخدم من ما بغاو ويجلسون من ما بغاو. الناس ديال الفنيدق بعدانك بوروس ما خدامينش، كيخدموا الناس اللي كيولوا عقلهم. اما حنايا ما شفنا خدمه، ما شفنا مساعده، ما شفنا والو. وانا كنقول لكم ما كنطلبش المساعده، انا ما حدي باقى بصحتي وكنمشي ونجي قد نخدم فاش ما كان نخدم. هادشي اللي كاين بزاف، ما كاينش النهار اللي ما كنبكيش، ما كاينش النهار اللي ما كنمشيش من باب البشاويه وكنرجع باكيه. كنبقى العسكري الاخراني كيردك، كيقول لك انتينا ماشي من هنايا ومشي الاداره ديالكم، مشي نغطس، انتينا ماشي من هنايا، ما نقدرش نخليك تدخل عند الباشا. علاش؟ علاش؟ ديك الباشا يعني علاش تما؟ باش يستقبل ليلي ونغيري ونغيري ونغيري، أولا هو تما ديك الباشا باش يستقبل ليلي اللي في حالي واللي قل مني واللي كثر مني. ملي كنمشيو عنده كيقول لك لا لا انتينا ماشي من هنايا، انتينا من غطاس، ومشي للباشاويه ديالكم تغطاس، مشي للاداره ديالكم تغطاس. قالوا علينا رجال، حنايا ما كنطلبوا والو، كنطلب الخدمه. انا علاش انا اللي ما نخدمش؟ الناس داوهم المعامل، داوهم يشطبوا الطريق، داوهم، وانا علاش؟ انا ارمله، انا اللي خصني نخدم، انا اللي خصني نخدم، اولا انا اللي خصني نخدم. انا كنطلب منهم الله يجازيهم بخير ويطول عمرهم، انا ما كنطلب من شي منهم مساعده او يرفقوا يشفقوا عليا، انا كنطلب الخدمه. انا بحرا عندي 53 سنه باقي فيا ما نخدم،
انا كنطلب الخدمه، المهم انا خصني نخدم خدمه شريفه، هادشي اللي كنطلب. وعاش سيدنا.